أهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم رح نتكلم عن قصة مسلسل أنمي البؤساء الحقيقية. مسلسل البؤساء هي قصة مقتبسة من رواية برضو اسمها البؤساء لكاتب فرنسي اسمه فيكتور هيوغو. اللي أنا تفاجأت منه إنه بعض الأحداث والشخصيات في المسلسل كانت شخصيات حقيقية وأحداث واقعية صارت في عالمنا الواقعي، ورح نتكلم أكثر بالتفصيل عن القصة الحقيقية وكمان عن الاختلاف بين الرواية الأصلية وبين الأنمي. ولكن قبل لأحكي قصة مسلسل البؤساء الحقيقية، خلوني في البداية أحكي على السريع قصة مسلسل البؤساء اللي كان يطلع من زمان في سبيستون عشان نعرف نقارن بينها وبين القصة الحقيقية. فلا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة، ويلا نبدأ فيديو اليوم. مسلسل البؤساء يبدأ بأم اسمها فانتين، وهي تدور على شغل، ولكن كل الأماكن كانوا يرفضون إنه يشغلونها عشان معاها بنت صغيرة، وهذه البنت اسمها كوزيت. في يوم من الأيام الأم تلتقي بواحد اسمه تيناردييه، وهو صاحب فندق ولكنه في نفس الوقت حرامي ونصاب درجة أولى، بس طبعا الأم ما كانت تعرف هذا الشيء عنه. الأم بعدين تترك البنت عن تيناردييه وزوجته عشان يعتنون فيها، على بال ما هي تروح لبلدة بعيدة وتشتغل في مصنع هناك. اللي الأم ما كانت تعرفه أنه تيناردييه وزوجته كانوا يعاملون كوزيت معاملة قاسية جدا، مع أنه الأم كانت ترسلهم مبلغ كبير كل شهر. كوزيت المسكينة قضت طفولتها في التنظيف، ولكن في وقت فراغها كوزيت كانت تلعب مع ولد اسمه غافروش وهو ابن تيناردييه. بعد فترة من عمل الأم في المصنع طردوها واضطرت إنها تتوسل في الشوارع، بعدين الشرطة مسكوها ودخلت السجن، ولكن بمساعدة المحافظ مادلين طلعت من السجن. بعدين المحافظ يوعد الأم بأنه رح يعتني ببنته كوزيت، وبالفعل مادلين وكوزيت سافروا لبلدة بعيدة وبدأوا حياة جديدة هناك. المفاجأة إنه العمدة مادلين كان عنده ماضي أسود، ونكتشف إنه العمدة اسمه في الحقيقة هو جان فالجان، وكان حرامي من زمان بس بعدين تاب واشتغل على نفسه لين ما صار العمدة. ولكن في مفتش اسمه جافيير كان دائما يلحق جان فالجان بسبب جرائمه السابقة وينتظر أي فرصة بس عشان يقبض عليه. بعد مرور 5 سنوات كوزيت كبرت وتعرفت على واحد اسمه ماريوس. ماريوس كان يحب كوزيت، ولكن العلاقة هذه ما استمرت لفترة طويلة بسبب المشاكل اللي كانوا يواجهونها. بعد صراعات كبيرة في الأخير ماريوس وكوزيت اتزوجوا. أما بالنسبة لجافيير فهو توقف عن ملاحقة جان فالجان بعد ما عرف أنه تغير وصار أحسن، وبالمقابل ألقى القبض على عائلة تيناردييه بسبب الأعمال الغير قانونية اللي كانوا يسوونها. هذه كانت قصة البؤساء في الأنمي، والحين خلونا نشوف إيش كانت القصة الحقيقية. الرواية تبدأ ببداية شوية مختلفة عن الأنمي. في الرواية نشوف شخصية اسمها جان فالجان، ونشوفه هو يمشي في شوارع فرنسا بعد ما قضى 19 سنة من عمره في السجن. في البداية حكم عليه ب5 سنوات بس لأنه سرق خبز بعد ما حاول أنه يساعد أطفال أخته، ولكن لأنه حاول أنه يهرب من السجن أكثر من مرة المدة هذه تحولت ل19 سنة. كل الناس في المدينة كانوا يعاملوه معاملة سيئة لأنه كان مسجون. وفي ليلة من الليالي جان فالجان استسلم، استلقى على الأرض الباردة وهو ينتظر الثلج يغطيه عشان يموت. ولكن قبل لا يموت في قسيس كنيسة اسمه مارييل ساعده وأخذه عنده. بعد فترة جان فالجان غير حياته بالكامل، وبعد سنوات صار العمدة في المدينة. المفاجأة أنه شخصية جان فالجان مقتبسة من شخصية حقيقية، وهو شخص اسمه يوجين فرانسيس، وكان من أكثر الشخصيات المشهورة في فرنسا بسبب أنه كان مجرم في السابق وقضى أكثر من 5 سنوات في السجن، ولكن حياته تغيرت بالكامل وصار عنده منصب كبير في الشرطة. على العموم خلونا نرجع للرواية. في نفس هالوقت نتعرف على أم اسمها فانتين، وهي تحاول أنها تأمن لقمة العيش لبنتها كوزيت. نفس الشيء اللي صار في الأنمي يصير هنا كمان. الأم تتعرف على تيناردييه اللي أخذ كوزيت ويعاملها معاملة سيئة طول فترة إقامتها معاه. هنا رح نلاحظ أول الفروقات بين الرواية وبين الأنمي. في الأنمي كوزيت كان عندها أصدقاء، كان عندها غافروش وكلب اسمه تشوتشو، ولكن في الرواية كوزيت كانت وحيدة بالكامل، ما كان عندها كلب أو صديق، مع أنه شخصية غافروش كانت موجودة في الرواية ولكنه ما كان صديق كوزيت. وشخصية تانية كمان ما كانت موجودة في الرواية وهي شخصية آلن. شخصية آلن كانت من اختراع الأنمي وما كانت موجودة في الرواية. على العموم خلونا نرجع لقصتنا.
الأم فانتين فعلا تشتغل في المصنع، ولكنها تنطرد من المصنع بعد ما عرفوا أنه عندها طفلة غير شرعية. فانتين بعدين عاشت متسولة في الشوارع، وكانت تسوي أشياء غير قانونية، حتى أنها باعت أسنانها وشعرها لشخص مقابل الفلوس. وحالتها الصحية كانت كل يوم تصير أسوأ، لأنها ما كانت تأكل أبداً، وفلوسها كلها كانت تروح لبنتها كوزيت. وفي النهاية في مفتش قبض عليها ودخلها سجن بسبب الأعمال الغير قانونية اللي كانت تسويها. بعدين العمدة مادلين اللي هو نفسه جان فالجان شاف بالصدفة وضع فانتين وساعدها، وقبل ما فانتين تموت وعدها بأنه راح يدور على بنتها كوزيت ويعتني فيها. في هذا الوقت جافير بدأ يستوعب أنه العمدة مادلين هو نفسه جان فالجان، وراح وراه عشان يقبض عليه، ولكن جان فالجان قدر يهرب منه ودخل غابة مظلمة، وهناك شاف كوزيت وأخذها معاه لباريس وبدأوا حياة جديدة هناك. بعد مرور 10 سنوات كوزيت كبرت وتعرفت على ولد اسمه ماريوس، وهو ولد من عائلة غنية. أما بالنسبة لجافير فهو كمان راح لباريس وراء جان فالجان. في هذه الفترة باريس كانت تمر بأوضاع اقتصادية سيئة جدا، الفقر والظلم كان منتشر في كل مكان، الناس تعبت وكونوا جماعة وأشعلوا ثورة كبيرة ضد الحكومة، وكانوا يهاجمون أي شرطي أو أي شخص من الحكومة بشكل عام. ولما شافوا جافير أخذوه قرروا إنهم راح يعدموه في نص المدينة قدام الناس، ولكن في آخر لحظة جان فالجان ساعد جافير وقدر أنه ينقذه من الموت. في هذه اللحظة جافير بدأ يستوعب أنه جان فالجان شخص كويس، وكان ندمان على كل الأشياء اللي سواها معاه، كان حاسس بتأنيب الضمير اتجاه كل الأشياء اللي سواها في الماضي. الصراع النفسي اللي كان في داخله كان قوي جدا، لدرجة أنه ما استحمل ورمى نفسه على النهر ومات. يعني في الرواية الأصلية جافير ينتحر. أما بالنسبة لغافروش فهو كمان للأسف مات بعد محاول أنه يسرق ذخيرة ورصاص من الشرطة، والشرطة شافته وأطلقوا النار عليه. وكمان ماريوس أصيب بإصابات قوية جدا وكان رح يموت هو كمان، ولكن جان فالجان أنقذه من الموت في الوقت المناسب. أما بالنسبة لعائلة تيناردييه فنهايتهم في الرواية كمان كانت مختلفة. في الأنمي شفنا أنه تيناردييه دخل السجن بعد ما جافير قبض عليه، ولكن في الرواية تيناردييه قدر أن يهرب من الشرطة وركب سفينة وراح لأمريكا، ولفترة طويلة عاش حياة عادية، ولكنه في النهاية دخل السجن ومات هناك. في ظل الأوضاع السيئة جدا ماريوس وكوزيت اتزوجوا بعد ما حصلوا على موافقة جان فالجان، وبعد فترة جان فالجان يصاب بمرض شديد وهو على فراش موته يعطي كوزيت رسالة. الرسالة هذه كانت مكتوبة من فانتين اللي هي أم كوزيت، وكان مكتوب فيها كل شيء عن حياة كوزيت قبل وبعد موت أمها. في الرسالة كان مكتوب إن والد كوزيت ترك أمها وسافر، وعشان كده والدة كوزيت اللي هي فانتين اضطرت إنها تشتغل في مصنع وتبعد عن بنتها، وكمان كان مكتوب إن أمها عانت كثير في حياتها بس عشان تشوف بنتها سعيدة. وهذه كانت نهاية رواية البؤساء. زي ما قلت لكم الرواية والأنمي كانوا يشبهون بعض، كان في اختلافات بسيطة وأغلب هذه الاختلافات كانت في النهاية، يعني في الأنمي النهايات كانت على الأغلب سعيدة، أما في الرواية فكل الشخصيات كانوا يموتون واحد ورا الثاني. أتمنى إنه فيديو اليوم عجبكم، هذا أكتر فيديو تعبت عليه الصراحة لأنه رواية البؤساء كانت طويلة جدا وكان صعب علي إني أختصرها. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وإذا تحبون هالنوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا على المتابعة والدعم، وأشوفكم في الفيديو القادم.